السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا دائما بخير وعلى خير. اليوم البنات جيتكم شي حاجه اللي هي واحد الماسك، كيف دائما كيف ما العاده، ماسك للتجاعيد. طبعا ماسك زوين بزاف وفوري، بحال دايره بوتوكس فوري لوجهك، يعني كيعطي نتيجه من الاستعمال الاول، كيعطيك نتيجه ماشي بحال هذوك اللي كنت عطيتكم شحال هادي. تنقول لكم مع المداومه، هذا من الاستعمال الاول تقريبا كيعطي النتيجه، يعني كتشوفي واحد الاختلاف شي شويه، ما من بعد ملي كتبعيه كيعطيك واحد النتيجه اللي هي باينه بزاف، لدرجه انه الناس غادي يبداو يقولوا لك شنو درتي لوجهك، وجهك غلط، هذه المهم غتكون اسئله طبعا ايجابيه، اسئله ايجابيه. كيف قلت لكم واحد الماسك اولا مغذي مبيض، كيعطينا الكولاجين لوجهنا، كيحيي الكولاجين اللي عندنا في البشره ديالتنا، كيولي يعطينا اكثر، لان كل ما عيا داك الكولاجين كل ما خفاف المنتوج ديالو، كل ما خفاف داك المنتوج اللي كيعطينا. سمحوا لي انا كنهضر بيدي بزاف، سمحوا لي، حيت واحد السيده قالت لي شويتي الطايره كتهضري بيدك، ولكن انا قاعدتي كنهضر بيدي بزاف. كيف قلت لكم هذا الماسك، هذا ماسك فوري، غادي ديروه كيف غادي تغسلوه غادي تشوفوا واحد النتيجه، ما تخافوش منه الا كلاكم شويه في وجهكم، يعني راه كاين مفعول. اي ماسك كلاك ما تخافيش منه، من هاد الماسكات اللي كنعطيك انا طبعا، كلاك في وجهك اولا حسيتي بواحد الاحمرار بحال الماسك ديال الكلف العنيد، قلت لكم الكلف كيحمر، شحال من وحده قالت لي غيطيب لي وجهي او قلت ليها انايا كنقول لكم من هذا المنبر هذا، ان رانا قلت في الفيديو ان داك الكلف كيولي احمر، كيولي في الاول احمر وكيبقى غادي ومازال كيبقى احمر، كيزيد في الاحمرار ديالو حتى صافي كيبدا يتقشر، كيمشي لينا داك الكلف العنيد طبعا اللي هو من سنين تيكون فينا. دابا هاد الوصفه هادي اللي عطيتكم اليوم، غادي نعطيكم ديال الكولاجين السريع، يعني بسرعه غادي تشوفوا واحد النتيجه اللي هي رائعه، وان شاء الله الفيديو الاخير اللي عطيتكم ديال سيدتي الجميله، خليك دائما جميله، وكنعاود نقولها لك خليك دائما سيدتي جميله، و يعني الى عجبكم قولوا لي باش نعاودوا مره اخرى، نعاودوا اشياء اخرى، نناقشوا شي حاجه اخرى نقدروا نديروها لايف، نناقشوا كاملين، يعني اللي عنده شي سؤال اللي عنده شي حاجه طرحها، وسولي واحد المناقشه اللي هي عائليه، نديروا حنايا مناقشه اللي هي عائليه. طبعا هذا الماسك نرجعوا للماسك ديالنا، كيف قلت لكم اللي هو متكون عندي من ثلاثه ديال المكونات، ثلاثه ديال المكونات وماء ورد هو الرابع، عندي منها التمر، ما غنصغر بيديا نوعدكم، عندي منها التمر معجن. الو هنايا راه الخلطه مخلطه كامله، غير غنوريكم انا المكونات، عندي حليب البودره، حليب البودره اللي هو معروف، ودائما انا كنوصيكم الا عندكم حليب الاطفال استعملوه غزال للبشره بزاف. عندي طبعا خميره الشعير مطحونه، خميره الشعير مطحونه اللي هي رائعه بزاف في نفخ الخدود ونفخ المناطق اللي عندنا ضعيفه وبغينا طبعا ننفخوها، خميره الشعير غزاله بزاف. وعندي ماء الورد، ماء الورد مبيض كيسد المسامات البنات، ماء الورد كيسد المسامات، اللي عندها مسامات مفتوحه تبقى ترشو، عندها قرعه دائما بحال هذه فيها البخاخ كتبقى ترشو وجهها، يعني بحال واحد الماء منعش للوجه كتبقى ترشو لوجهها، راه كيسد المسامات ومبيض للبشره مع المده طبعا، مع المداومه كيف كنقول لكم دائما. اليوم كنت لكم عندي التمر معجن فيه الخليط كامل، هنايا شنو كنديروا للتمر، كنشد التمر كنقعو في ماء ورد، يعني كنفزقو بالماء الورد وكنضيف عليه بودرة ديال خميرة الشعير، كنضيفها على داك التمر، كتبات ليلة كاملة منقوعة، ليلة كاملة منقوعة. كيف قلت لكم هادي ديروا بهاد النصيحة هادي،
التمر وماء الورد وخميرة الشعير. منقوعة كتبت لي الكامل وهي فازلة. تنحصل على واحد الخليط هكذا متجانس. غادي نضيف عليه عاد نتا نبغي نستعملو، غادي نضيف عليه حليب البودرة. حليب البودرة طبعا مرطب مغذي، يعني مزيان البشرة اللي هي كتكون ناشفة، مزيان ليه بزاف بزاف بزاف، كيغدي لينا البشرة. تهلاو في البشرة ديالكم كيف ما قلت لكم في الفيديو السابق، خزنوا الجمال ديالكم، يعني خبي الجمال ديالك لواحد السن اللي راكي غادي تحتاجيه. كاين واحد السن كيجي غتحتاجي الجمال ديالك، كتلقيه مشى. علاش؟ حيت ما كنتيش ديتيها فيه، كتقولي ولا صافي غادي نعيش هدابا صافي، من بعد نتهلا في راجلي، من بعد نتهلا في راسي، من بعد هادي، من بعد لا، تهلاي في راسك مزيان، خليك سيدة جميلة. ما غنحطش على وجهي حيت دايره شويه ديال الماكياج. تنغسل وجهي نحطو طبعا، راه غادي يبقى عندي الخليط غادي نحطو طبعا واكيد. كنحط بالشكل دائما الفوق من تحت للفوق هكذا، من تحت للفوق. كنحط هكذا دائما، كنحط الخليط ديالي وكناخذ واحد القسط من الراحه، يعني كنرتاح شويه، كنتكونسونطرا مع داك الماسك، كنخليه 20 دقيقة كافيه. ومع هذا ديال الكولاجين يعني ديال البوتوكس كيف قلت لكم، واخا تخليتها نص ساعه ماشي مشكل، المهم غتحسي بوجهك حتى ياكلك، غتحسي بوجهك سخون ماشي مشكل. ملي كتغسلي وجهك طبعا تغسليه بالماء البارد، كتغسلي وجهك كتحسي بوجهك اول حاجه نضاره، ثاني حاجه يعني تنفخ، يعني الخدود ديالك وقفوا ماشي هو تنفخ الوجه كيتنفخ، لا غير هي كيوقف الوجه ديالك. ملي تيكونوا الغلاشمو هنايا هابطين، تيكونوا بعض التجاعيد كيكون، لا كيوقف كيعطيك مازال بحال رجع للشباب ديالو. وقلت لكم وجربوها لان حتى شي حاجه ما مستحيله، تنبقاو نقولوا مستحيل ديك الحاجه، لا لا ما كايناش هذيك الهضره، لا لا ما كايناش، ولكن انا لا ضد هذه الفكره هذه، لا نجرب نجرب، ما صدقاتش المره الاولى تصدق المره الثانيه، ولا ما صدقاتش المره الثانيه تصدق المره الثالثه، وانا كنجرب. ما كنعياش ما كنعياش على الجمال ديالي، كنعياش على البشره ديالتي، راه خصنا حنا العيالات راه هو الجمال ديالنا، هو الرشاقه ديالتنا. ها كتشوفوني غليظه شويه، راه غير الكاميرا ني التليفون تيبيني غليظه، ولكن يعني الرشاقه ديالتنا والجمال ديالنا هو كل شيء. يعني الا فقدنا حنا الجمال ديالنا كتعقد المرأة، انا بعدا كاين الا فقدت الجمال ديالي راه غادي نتعقد. ايوا نيشان غادي نقولها لكم، شكون اللي متفقه معايا غتخليها ليا في التعليقات طبعا. وما تنساوش هذا الماسك راه رائع بزاف، من بعد ما كتغسليه بالماء البارد غتشدي واحد طريف ديال الثلج وغتخدمي به مساج كيف ما وريتكم في الحلقات اللي دازت، مساج من تحت للفوق بشكل دائري، مساج من تحت للفوق اول حاجه كيسد لينا المسامات، ثاني حاجه كيقصحوا لينا دوك العضلات اللي عندنا في الوجه، كيقصحوا كيشدوا راسهم ما كيبقاوش يعني مرخيين لينا. وتبعوا عفاكم النصائح اللي كنعطيكم، ولا للياس لا للياس لا للياس، كيقول لك سن الأربعين فيه الياس، هادشي ان شاء الله مازال غادي نناقشوه في فيديو اخر. سن الياس، انا تقول لي شي وحده سن الأربعين فيه الياس، نقول لها اختي سمحي لي الا كنتي عايشه انت سن الياس ما تجي معيش معايا انايا وما تهضريش معايا، حتى وكان تعرفي ان احسن
السن هو الأربعينات وما فوق، يعني المرأة اللي توصل الأربعين أو الخمسين أو كاينة اللي عندها الثلاثين كتحس براسها يأسات، كنقولها لا تشجعي ديري ماسكات ديالك، خدي فيتامينات كيف ما كنقول لكم دائما. انا الهضره ديالتي راه تنقولها وكنعاودها، علاش؟ كنبقى شاده فيها حيت عارفه راسي اشنو تنقول، وهادشي كله عن تجربه وعن خبره في العمل ديالي. مرحبا بكم في القناه ديالي اللي هي قناه بيوتي بيو، ما تنساوش التشجيع ديالي وانا بكم باش كاينه في اليوتيوب، نتوما تطلعوني وانتوما تهبطوني. مرحبا بكم مره اخرى، سلام عليكم.